السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين على اليوتيوب. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الثاني الاعدادي. في فيديو النهاردة باذن الله هحل معاكم اسئلة كتاب المعاصر من بيج 74 الى 83، ودي اسئلة الدرس الاول والثاني من يونت 2. طبعا لو انت محتاج بقى شرح الدروس هتلاقيني ساب لك اللينكات هتوصلك لقوائم التشغيل اللي على الفيديوهات بالترتيب. ويلا بينا كده نشوف بقى الاسئله اللي معانا في الصفحات بتاعت النهارده. عندك كده الاول بي بيج 74 اللي هي 74، وانت مش محتاج طبعا ان انا اكد عليك، بس ضروري انت تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجانا في قناتنا وتفعل زر الجرس لو اول مره تشاهدنا. ويلا بينا كده نشوف اول سؤال اللي بيقول لنا هنا ده ايه. Use sign language to communicate with each other. يبقى بيستخدموا هنا لغة الإشارة يا أولاد عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض، يبقى ده اللي هو الدف. ولما تقول ذا دف يبقى هنا معناها الأصماء، الناس اللي هي ما بتسمعش. لكن طبعا عندك اللي هو الكفيف بنقول عليه blind. If there is a problem with my computer system، لو عندي مشكلة كده في جهاز الكمبيوتر بتاعي، I call بتصل بمين؟ أكيد هتصل بالكمبيوتر engineer اللي هو مهندس الكمبيوتر. اما هنا بيقول لي ذا ستريت فود سيلر سيلز هيز فود ان ذا ستريت ان ا فود، يبقى الطائع بائع الطعام المتجول ده بيبيع طعامه فين؟ طبعا في الشارع اكيد، في حاجه اسمها ا فود ستول، وعندك كلمه ستول معناها كشك، كشك طعام. نمبر 4 اور كمبيوتر دازنت ورك، يعني الكمبيوتر بتاعنا عطلان مش شغال. سو وي نيد ا كمبيوتر انجينير تو، يبقى محتاجين لمهندس الكمبيوتر عشان يعمل فيه ايه بقى؟ to repair it. وعندك كلمة repair معناها يصلح، لكن اوعى تتلخبط ما بينهم وما بين الاولانية ديت، ف prepare دي معناها يعد او يجهز. دي طبعا بتيجي بشكل اكبر معك الايه؟ الفود، مع الطعام. يقول لك prepare food. سما wants to improve her handwriting، يبقى عاوزة تحسن سما هنا الخط، خط اليد بتاعها. So she is learning، وبالتالي ولذلك هي بتتعلم ايه؟ بتتعلم حاجه اسمها فن الخط اللي احنا بنقول عليه كاليجرافي. الاسئله بقى من اول نمبر 6 هنا خاصه بالاختبارات اللي فاتت او الامتحانات السابقه، وكذلك اسئله كتاب المدرسه، بتبقى اسئله مهمه جدا جدا. فهنا في نمبر 6 هنا بيقول لنا some ill people need to stay in، بعض الناس المرضى بيحتاج ان هم يبقوا ويظلوا في ايه؟ in hospital for one night or more، لليله او لاكثر. يبقى طبعا بيحطهم فين؟ بيحطهم في جناح او عنبر في المستشفى، وجناح وعنبر في المستشفى ده احنا بنقول عليه وورد، ودي ننطقها وورد لكن دي ننطقها وورد، معناها كلمه. My grandmother is a fantastic، يعني جدتي هي fantastic ايه؟ يا ترى هي ايه؟ Her food طعامها is delicious، طعامها لذيذ. وبما انها طعامها لذيذ يبقى هي ايه؟ طباخه ماهره ورائعه، يبقى طباخ يعني كوك. نشوف باقي الصفحات اللي معانا. الصفحة اللي بعدها ونمبر 8 هنا بيقول لنا it is usually easy to، يعني بيكون عادة من السهل ان ايه with people in other countries if you can speak English، مع الناس اللي في الدول الاخرى اذا كنت تستطيع ان تتحدث اللغة الانجليزية بقى انت هنا من السهل انت ان تتواصل مع الناس. وطبعا يتواصل يعني communicate، وكلمة مهمة جدا عندنا communicate. اما هنا بيقول لي there's a lovely، يوجد ايه رائع، in the middle of our garden، في منتصف الحديقة بتاعتنا. Its water sounds clear، يعني الصوت بتاعها او صوت الميه سوري الميه بتاعتها تبدو نقيه. يبقى طبعا هنا الاتس ديت ملكيه الحاجه الغير عاقل، ويقول لك الميه بتاعتها بتبدو نقيه. طبعا هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم طبعا على حاجه اسمها الفاونتن اللي هي النافوره. فاونتن هي اللي موجوده في وسط الحديقه. نمبر 10 You can learn calligraphy at ده، يعني تقدر تتعلم فن الخط ده في ايه؟ اكيد طبعا هتعلمه في نادي الفنون او نادي الفن اللي هو art club. There are four، يوجد اربعة in the English language، في لغة اللي في اللغة الانجليزية يوجد فيها اربعة اللي هي reading القراءة، writing الكتابة، speaking التحدث، and listening والاستماع. دول طبعا مهارات اللغة الانجليزية، وطبعا مهارات يعني skills. 12 بقول الشخص اللي احنا نحطه هنا is a person، هو شخص who helps people in a place which sells things، بيساعد الناس في مكان والمكان ده هو بيبيع الاشياء. يبقى ده طبعا بائع في محل، وبائع المحل ده احنا بنسميه shop worker، shop worker عامل محل او بائع محل.
اما هنا الشخص اللي نضيفه هنا بيقول لي prepares food for people to eat in the street، بيجهز الطعام للناس عشان ياكلوه في الشوارع، وبالتالي ده اللي هو بنقول عليه street food seller، بائع الطعام المتجول. Or usually drives around the city، دايما او عاده هنا بيتجول في المدينه، to keep people safe، عشان يبقى الناس ايه امنين، in the street او in the streets، في الشوارع. ده وظيفة مين بقى اللي بيحافظ على امان الناس ده؟ طبعا ده وظيفة البوليس officer اللي هو ضابط الشرطة. If you are tired، لو انت مرهق ومتعب، why don't you arrest؟ طبعا عندك كلمة rest بيجي قبلها فعلين، يا اما take يا اما بالظبط، يا اما have a rest او take a rest، يعني اللي هو لو انت مرهق كده لما لا تأخذ قسطا من الراحة. منى forwards، وعندك كلمة forwards معناها طبعا ايه، مع بعض كده بتدي مع كلمة كده بمعنى يتطلع الى، to visiting الازهر بارك next week، يبقى بتتطلع لزيارة الازهر بارك الاسبوع القادم. طبعا عشان اخليها يتطلع الى دي عندنا حاجة اسمها look forward to، وبيجي بعدها حتى كمان الفعل مضاف له ing، يبقى هنا عاوز اقول انها تبدو او سوري بتتطلع الى زيارة حديقة الازهر الاسبوع القادم. طبعا ده درس الجرامر اللي انت لو ما تابعتش الفيديو بتاع الشرح بتاعه هتلاقيني سايب لك بقول لك قائمة التشغيل في اول تعليق اللي هتوصلك الى دروس الجرامر بالترتيب، فتقدر تشوف الشرح بتاعه في الفيديو الموجود في قائمة التشغيل. لكن احنا دلوقتي هنحل الاسئلة الخاصة بالجرامر ده. طبعا الكلام ده موجود معانا في بيج 79-79 عشان تجيب معايا الصفحة وتراجع اجاباتك معايا. وعندنا اول سؤال كده بيقول لنا they are still، طبعا عندك كلمة still اللي معناها مازال، ده من علامات المضارع المستمر، والمضارع المستمر يعني انت تستخدم am او is or زي are هنا، ونجيب معاه verb plus ing يبقى reading، يبقى they are still reading the story، هما مازالوا بيقرأوا في القصة. 2 when she doing her homework، لو خدت بالك كده الverb هنا الاساسي بتاع الجملة مضاف له ing يبقى محتاج لverb to be هنا، وطبعا she بتاخد is، يبقى معنى السؤال كده متى هي بقى ايه، متى بتعمل واجبها، when is she doing her homework. اما هنا في نمبر 3 بيقول I، وجاب هنا English at the moment، طبعا عندك at the moment و watch out و listen و look و today، كل دي تعبيرات بتشير للمضارع المستمر، والمضارع المستمر في الاختيارات هنا اللي هو am verb to be اهوت، والverb المضاف له ing يبقى am studying. I'm studying English at the moment، انا بدرس اللغة الانجليزية في هذه اللحظة. How often do you، مع وجود do طبعا do does و did حتى كمان الافعال المساعدة دي بيجي معاها بالظبط، بيجي معاها infinitive verb الفعل في المصدر، وبالتالي المصدر هنا اللي هو يكون make. اقول لك how often do you make dinner، كم مرة تصنع فيها وتجهز فيها وجبة العشاء. نمبر 5 بقى في الصفحة اللي بعدها، واللي لسه بتتابعنا لحد دلوقتي من الفيديو، اوعى تنسى ضروري جدا ودي حاجة مهمة جدا للقناة، انت تدوس بس لايك وتعلق بتعليق وتعمل شير كمان لفيديوهاتنا عشان توصل قناتنا لمزيد من الطلبة. ونمبر 5 كده بيقول لنا what is Manal، وجاب هنا for her uncle، لو خدت بالك كده برضو في هنا ايه verb to be اللي هو is، وانا قلت لك من شوية مع وجود am و is و are بتحط للverb الاساسي ing، يبقى اقول making، ومعنى الجملة هنا يعني منال بتصنع ايه لعمها. I always go to school on foot، يعني بقول لك دايما بذهب المدرسة سيرا على الأقدام، but now، واخدت بالك من وجود now، يبقى هنا هحط present continuous مضارع مستمر اللي هو am taking the bus، ولكن دلوقتي أنا مستقل الأوتوبيس أو راكب الأوتوبيس يعني. What game at the moment، at the moment مضارع مستمر، مضارع مستمر فين بقى هنا في الاختيارات؟ بالظبط كده، طبعا انت عينك هتيجي على بي وسي، ولكن هنا سي ما تنفعش ليه؟ لان انا محتاج للسبجكت، محتاج لفعل في السؤال، وبالتالي السبجكت هنا اللي هو يو يبقى انا هختار بي، واقول لك ايه وات جيم ار يو بلاينج ات ذا مومنت، ايه اللعبه اللي انت بتلعبها في هذه اللحظه. وي يوجوالي اب ايرلي افري داي، خدت بالك من وجود يوجوالي، عندك بقى اللي هي ظروف التكرار اولويز ويوجوالي وسام تايمز واخواتها، دي طبعا كلمات بتدل على المضارع البسيط، المضارع البسيط يعني اما مصدر خالص كده they get يا اما gets مضاف له s، وطبعا هنا هنستخدم المصدر عشان الفعل بتاعنا اللي هو we ده بيجي معاه مصدر الفعل، لكن gets او لا بتيجي معاه she و it والمفرد. ومعنى الجمله طبعا ان احنا عاده بنستيقظ مبكرا كل يوم. look look و listen من علامات المضارع المستمر، يبقى هستخدم verb to be وفعل مضاف له ing، واقول لك look انظر they are running fast، يعني انظر كده بيجروا بسرعه جدا.
listen اللي لسه قايلها برضو من علامات المضارع المستمر، والمضارع المستمر يعني استخدم فيرب تو بي وي اي ان جي. يبقى listen اسمع، سما is playing the piano يعني سما بتعزف على البيانو. السؤال اللي بعد كده سؤال الكوركت، وهنا بيقول لي watch out من علامات برضو المضارع المستمر. يبقى معنى كده ان انا اشوف الفعل بتاعي ياخد ام ولا از ولا ار، فهياخد هنا از عشان ده مفرد، واحط للفيرب ده ing فاقول coming، وتراعي بس ان الفعل اللي اخره اي بتتحذف الاول الاي وتضيف مكانها ing. يبقى بحذرك كده بقول لك watch out the car is coming fast، العربيه اتيه بسرعه. Who are وجود هنا فيرب تو بي اللي هو are بيتبع بفعل مضاف له ing، يبقى اقول لك who are driving، وبرضه نفس الكلام زي اللي فوق كده هحذف الاي برضه واحط مكانها ing. Who are driving around the city، مين اللي بيسوق العربيه متجولا في المدينه. بعد كده عندنا هنا I can't come to the park، انا مش هقدر او مش قادر ان انا اتي الى الحديقه، because I am cleaning my room، لان انا بنظف غرفتي. امتى؟ دلوقتي، ودلوقتي يعني now. طبعا اللي خلاني استخدم now مش yesterday هنا عشان في مضارع مستمر، المضارع المستمر بيوصف حاجه بتحصل الان. On Saturday في يوم السبت I usually وجايب هنا بعد كده spending time with my cousins، اللي استقلك من شوية ان usually تبع present simple مضارع بسيط، يا اما مصدر يا اما مضاف له اس. هتبص على الفعل بتاعك اللي هو I ده بياخد المصدر، يبقى خليها spend. فنمبر 5 هنا بقول اتس، وجايب هنا اتس دي طبعا الاختصار ل is، يبقى ده verb to be يتبع بالفعل قصدي مضاف له ing عشان يكون المضارع المستمر. بقول لك ايه؟ It's raining now، ان الجو بيمطر دلوقتي. I advise you to take an umbrella، يعني انا بنصحك ان انت تاخذ الايه الامبريلا بتاعتك الشمسيه. نمبر 6 بقول I can't help you now، مش هقدر اساعدك دلوقتي. اشمعنى؟ لان انا دلوقتي بعمل حاجه، وفي هنا فيرب تو بي، يبقى انا هحط الدو اي ان جي. بقول لك I am doing my work، انا بعمل شغلي. My mother not cook at the moment، at the moment يبقى ده مضارع مستمر، يعني استخدم ام او از او ار واحط للفعل اي ان جي، ولكن ده هنا عاوزني انفي الجمله لانه جايب نوت، يبقى هنا هستخدم ازنت مش از عشان طبعا المضارع مفرد، فمش هستخدم از، انا هستخدم ازنت واحط الكوك اي ان جي. يبقى التصويب يا ولاد هيبقى ايه؟ ازنت واضيف له كوك اي ان جي تبقى ازنت كوكينج، ان هي معناها ان امي مش بتطهو في هذه اللحظه. They never، never قلنا من علامات المضارع البسيط، والفعل المضارع البسيط يا مصدر يعني اس، هو جايبه له اصلا عليه اس بالتالي مش هينفع عشان they بتيجي معاها infinitive مصدر. يبقى they never walk to school، هما ما بيمشوش ابدا للمدرسه. داليا وجاب not، not يبقى عاوزني انفي study، فلازم احدد الزمن، يا ترى انا هنفي مثلا بي ام not و isn't و aren't ده لو مضارع مستمر، ولا انفي مثلا بدونت ودزنت لو مضارع بسيط. طبعا انفي هنا بدونت ودزنت يا اولاد عشان هنا مفيش اي حاجه تشيل للمضارع الايه المستمر، غير ان كمان الجمله هنا بتوصف عاده، خلاص هي مش متعوده البنت هنا ان هي ما تذاكرش يوم الجمعه، فبالتالي انا هنفي هنا مع داليا المفرد دي انا هنفي بدزنت، واجيب بعدها الانفينيتيف اللي هو المصدر اللي هو ستادي، فقول دزنت ستادي يعني ما بتذاكرش. What وجاب هنا what وجاب هنا you do now، now من علامات المضارع المستمر، يبقى أنا محتاج هنا بعد what am أو is أو are، وهستخدم are تحديدا عشان الفعل بتاع you، يبقى what are you، ولكن احنا عارفين مع am و is أو are بحط الـ verb ing، يبقى what are you doing now، ماذا تفعل الآن. الصفحة اللي بعدها اللي هي بتبقى مقلوبة ديت أنا هعدلها لك اهوت عشان نبدأ نحل التو دايلوجز اللي بتبقى فيها دي، طبعا بيج 81 81، هات معايا كده عشان نحل التو دايلوجز دول لانهم بيبقوا مهمين جدا، نعمل زوم كده عشان يقربوا شويه مننا. نشوف اول دايلوج معانا كده اللي هو ما بين مروه ودارين، وهنا بيقول لي مروه اسكس دارين اباوت هير ويك اند اكتيفيتيز، بتسالها يا اولاد عن الانشطه بتاعت نهايه عطله الاسبوع، عطلة نهاية الأسبوع، فهنا بتقول لها إيه؟ How was your last weekend؟ كيف كانت عطلة الأسبوع الماضية بتاعتك؟ فبالتالي هتقول لها مثلا كانت رائعة، يبقى تقول لها It was great. It was great. كانت رائعة. طبعا ممكن أشيل great وأحط مثلا حاجة اسمها wonderful, amazing أو صفها بأي صفة رائعة.
What do you usually do at the weekend? بتقول لها ماذا عادة تفعلين في عطلة الأسبوع؟ بتعملي إيه؟ فهتقول لها مثلاً برسم. ليه عرفت إن أنا برسم أول أول؟ ليه من اللي تحت؟ يعني مش هقول أي حاجة. يبقى تقول لها إيه؟ I usually، ركز معايا كده، I usually paint. يعني أنا عادة بلون، paint. أو paint تدي معنى يرسم، بس يرسم بالألوان مش بالرصاص. تعالى نشوف نمبر 3 بقى، هتسألها وتقول لها ماذا عادة تلونين أو بترسمي إيه؟ يبقى بتقول لها I usually like to paint flowers. يبقى تقول لها what برضو، واستخدم هنا برضو do شبه دي كده، what do you usually do، بس مش هستخدم do بقى، هنستخدم like. what do you usually like to paint؟ بقى معنى السؤال ايه؟ معناه ماذا عادة تحبي ان تلوني؟ انت بتحبي عادة تلوني ايه؟ فقالت لها طبعا الاجابة هي كلمة flowers، ورود. Do you go to the art club؟ بتذهبي الى نادي الفن وكده؟ هتقول لها مثلا yes I do. اخر جزئية بقى في نمبر 5 كده، هتسألها سؤال بتقول لها I feel excited when I paint pictures. يعني بتقول لها انا بحس بالحماس كده لما بلون الصور. يبقى تقول لها ماذا تشعرين؟ يبقى او كيف تشعرين بقى؟ هتقول لها how، لان لما تيجي تسال عن المشاعر بتسال بهاو. يبقى هاو دو يو فيل، هاو دو يو فيل يعني كيف تشعرين. امتى بقى؟ وين يو، كل ما تقابل ضمير حوله، سوري نكتب يو وين الاول، يبقى وين يو بينت بيكتشرز. اوكي طيب نكمل الدايلوج اللي معانا بعد كده بين حاتم واياد. وهنا بقول لحاتم انترفيوز ستريت فود سيلر، بيعمل مقابله كده حاتم مع بائع طعام متجول. وطبعا بدا الكلام كده وبيقول له وات دو يو دو، يعني ماذا تعمل. لما تسال واحد تقول له وات دو يو دو، كانك بتقول له واتس يور جوب، ما وظيفتك، ايه شغلتك. فهيقول لك كده اي ام، والوظيفه بقى اللي هو ذكرها لي فوق، ستريت فود سيلر، انا بائع طعام متجول. بعد كده هنا اولاد في نمبر 2 بيقول له هنا وات دو يو كوك، يعني ماذا تطهو، انت بتطهو ايه. فهيقول له مثلا هنا انا بطهو زي ما احنا جايبينها تحت كده، او زي ما هم جايبينها هنا في المحادثه، بيقول اي كوك تراديشنال ايجيبشن فود. شايف انت الجزء ده كده، هو ده اللي هيتنقل هنا. يبقى هيقول له ايه؟ انا بطهو طعام مصري تقليدي، اي كوك تراديشنال ايجيبشن فود. وبالتالي انت قرايتك للمحاسب الكامل بتفيدك. يعني انت هنا كنا ممكن نكتب اي حاجه تانية غير الكلام ده، كان هتبقى الاجابه بتاعتنا مش مظبوطه. في نمبر 3 بقى بيساله سؤال، قال له اي بارك ماي فود ستول ان معادي، يعني انا بركن الكشك بتاع الطعام بتاعي في المعادي. يبقى هيقول له اين تركن كشك الطعام بتاعك، صح؟ يبقى نسال هنا وير، وهستخدم دو عشان فعل الاجابه هنا بريزنت مضارع، وبعد كده الفاعل اللي هو يو. يبقى وير دو يو بارك، وحول بقى الضمير ده، يبقى هتقول له يور فود ستول. الاجابه تحديدا اللي هو ان والمكان. طيب نشوف بعد كده نمبر 4 اللي سال هنا سؤال، الثاني قال له اي كوك تراديشنال ايجيبشن فود بيكوز تورز ذير لايك ات، لان السياح هناك بيحبوه. يبقى معنى كده هنا بسال عن السبب، طالما الاجابه فيها كلمه بيكوز يبقى بسال بواي. عاوز يقول له ليه انت بتطهو الطعام المصري التقليدي؟ يبقى يقول له واي دو يو كوك traditional Egyptian food. طبعا قال له السبب ان عشان السياح ايه هناك بيحبوه. طيب بيقول له بعد كده do you like your job، انت بتحب شغلتك؟ طبعا هنا هيقول له ايه، yes او sure، yes I do، يا اما يقول له مثلا كلمه sure بس، يعني ممكن بدل كل ده اكتب كلمه واحده وهي كلمه sure. Sure I like to cook food for people، بحب اطهو الطعام للناس. ده بالنسبه للتو دايلوجز اللي في الصفحه دي. تعالى كده يلا نشوف باقي الصفحات اللي معانا.
تعالوا بقى دلوقتي نحل الاسئله العامه على الدرس الاول والثاني، وهقول لك رقم الصفحه دي صفحه 82. هاتها كده يلا عشان نبدا نشوف الاسئله اللي فيها. اول سؤال كده في صفحه 82 هنا، سؤال الديالوج وبيقول هنا يوسف از اسك محمد اباوت هيز فاذرز جوب، بيسال هنا يوسف محمد عن وظيفه والده. بيقول له مثلا هنا هاي محمد وات داز يور فاذر دو، ماذا يعمل والدك؟ يبقى يقول له هنا هي is. طبعا احنا محتاجين نبص تحت كده عشان نعرف هو شغال ايه. طبعا مش شغال في مستشفى وبتاع الكلام ده، يبقى عرفنا كده ان هو دكتور، يبقى اقول له هي از ا دكتور. بعد ما قال له ايه كده، قال له في نمبر 2 سؤال، قال له هي وركس ان ا بيج هوسبيتال ان كايرو، شغال في مستشفى كبيره في القاهره، يبقى يقول له اين يعمل، مش كده؟ يبقى يقول له وير، وهستخدم هنا داز يا اولاد عشان فعل الاجابه في اس، يبقى وير داز هي ورك. اوعى تنسى وتسيب الاس في الفعل لان داز بيجي معاه المصدر. وير داز هي ورك؟ خلاص قال له المكان. بعد كده بيقول له هي اكزامينز بيشنتس، هو بيفحص المرضى اند جيفز ذيم ميديسين، وبيعطيهم الدواء. يبقى عاوز اقول كده دوت مثلا ماذا يفعل لمساعده المرضى، ممكن اقول كده، او كيف يساعد المرضى. تمام، يبقى كده او كده الاثنين صح. لو انت قلتها كيف يساعد المرضى يبقى انت تحتاج تقولها هاو داز هي هيلبس بيشنتس، بيساعدهم ازاي، او ماذا يفعل لمساعده المرضى، يبقى انت هتكونها لي كده فتقول ايه وات داز هي دو، وات داز هي دو، وكمل تو هيلب بيشنتس، ماذا يفعل لمساعده الانه البيشنتس اللي هم المرضى. يبقى كده كده خلاص هو عرفنا هو بيعمل ايه، بيقول لي بيفحصهم وبيديهم العلاج. قال لي هنا does he like helping the poor، هل هو بيحب مساعده الايه الناس الفقراء؟ يبقى ممكن اقول له yes of course، نعم بالطبع. Do you like to be a doctor like him او to، يعني to هنا طبعا معناها ايضا، يعني بيقول لك ايه هل انت بتحب تبقى دكتور او حابب تبقى دكتور زيه؟ هقول له هنا yes I do. السؤال اللي معانا بعد كده في نفس الصفحه هنا سؤال الباسج، نقرا سريعا ونشوف الاسئله اللي عليها. بيقول لي هنا all of us should respect night workers، يعني بيقول لك كلنا كده يجب ان نحترم عمال الليل. There are many hard jobs، بيقول لك يوجد الكثير من الوظائف الصعبه that the workers have to stay all the night without sleeping such as nurses, call center workers and policemen. يعني بقول لك في وظائف كتير الناس بتضطر فيها ان هي تبقى في الليل او طول الليل بدون نوم، على سبيل المثال الممرضات وعمال الاتصال وكذلك رجال الشرطه. هيبدا بقى يتكلم عنهم واحد واحد كده. فبقول لي هنا nurses stay late night، يعني بيفضلوا الممرضات لوقت متاخر من الليل without sleeping in hospital to look after their patients، في المستشفيات طبعا بدون نوم يا اولاد عشان الاعتناء بالايه بمرضاهم. They treat sick people، وطبعا دي هنا عايدة على مين؟ عايدة على النيرسز الممرضات. يبقى بيعالجوا السيك بيبل المرضى kindly، هنا مش معناهم بقى بيعالجوا، هنا معناه يعاملوا، لان الفعل ده treat معناه يعامل او يعالج، ولكن احنا هنا نخليها ان هم بيعاملوا الايه المرضى بشكل لطيف to get better لكي ايه يتحسنوا. كمان هنا بيقول لي call center workers also have to stay all the night on the phones او on phones، يعني عمال الاتصال كمان بيضطروا ان هم يبقوا طول الليل كده على الموبايلات طبعا عشان يردوا على الناس. If anyone has a problem، لو اي واحد عنده مشكله، the call center worker receives the phone call kindly trying to solve the problem. لو واحد عنده مشكله طبعا عمال الاتصال ده وعمال الاتصال بيتلقى ويستقبل الايه المكالمات التليفونيه ديت بلطف كده عشان يحاول يحل المشكله للشخص ده. بعد كده يتكلم على البوليسمان، رجال الشرطه are very important for our life، طبعا مهمين جدا لحياتنا. They stay all the night standing in the streets to make sure that we are safe in our beds، طبعا بيفضلوا طول اليوم كده في الشوارع عشان طبعا يتاكدوا ان احنا في امان في السرائر بتاعتنا. All thanks، يعني كل الشكر and respect والاحترام to night workers، لعمال الليل، for their great effort للمجهود الرائع بتاعهم. طبعا هنا اول سؤال كده عندنا بيقول لي
The call center workers receive our problems by طبعا بيتلقى المشاكل بتاعتنا عمال الاتصال بالتليفونات بالفونز. وكلمة they احنا قلنا هوت ان هي بتشيل الايه للنيرسز الممرضات. اما كلمة kindly معناها طبعا بلطف وبشكل ايه رائع ولطيف وودود، يبقى الصفة القريبة ليها هي كلمة friendly يعني ودود. What is the main idea of the passage؟ الفكرة العامة بتاعت القطعة بتتكلم عن ايه؟ ولا بتتكلم طبعا على النايت وركرز اللي هم عمال الليل. اما في نمبر 5 بيقول لي why do nurses stay late at night without sleeping؟ ليه الممرضات بيبقوا في الليل كده او يبقوا طول الليل بدون نوم؟ طبعا الاجابه موجوده عندنا طبعا عشان يعتنوا بالمرضى اللي هو to look after their patients. يبقى دي هتبقى اجابه السؤال نمبر 5. طيب نشوف بعد كده السؤال اللي بعده اللي هو بيقول لي do you think that night workers jobs الوظائف اللي هي خاصه بعمال الليل دي are hard؟ بتبقى حاجات صعبة أو وظائف صعبة؟ طبعا هقول له yes أكيد أكيد طبعا هي وظائف صعبة. ممكن أقول له yes I think so يعني نعم أنا أعتقد ذلك. كده أنا اديته نص الإجابة. طبعا هو عاوز التفسير why ليه بقى إحنا شايفينها كده؟ لأن طبعا ما بيناموش بشكل كويس. يبقى هنقول كده مثلا كجزء تاني من الإجابة because they don't sleep well. او بدل كلمة well ممكن استخدم كلمة enough. ما بيناموش بشكل كافي. يا اما ما بيناموش بشكل جيد يا اما مش بيناموا بشكل كافي. اي واحدة فيهم صح. الصفحة اللي بعدها على طول اللي هي صفحة 83. واول سؤال عندنا كده بيقول deaf people الناس اللي هم الاصماء use بيستخدموا ايه language؟ طبعا بيستخدموا حاجه اسمها sign language اللي هو الاشاره to communicate with each other عشان يتواصلوا مع بعضهم البعض. I want to my phone it is broken. broken هنا تدي معنى ان هو عطلان يعني يبقى انا عاوز اصلح التليفون بتاعي ويصلح طبعا يعني repair. he is so he can't hear you وبالتالي هو مش هيقدر يسمعك لانه هو ايه هو deaf اصم. نمبر 4 بيقول هنا بليز وجاب هنا كلمه شور وعندنا فعل كده اسمه يتاكد وطبعا ميك بتيجي مع شور تدي معنى يتاكد فبقول لك يتاكد كده that you answer your questions correctly ان انت مجاوب على الاسئله بتاعتك بشكل صحيح يبقى ميك شور بتيجي مع بعضها. there is a beautiful يوجد ايه جميل in my uncle's garden في حديقه عمي يبقى هنا بيقصد الفاونتن النافوره نافوره المياه. mom is a fantastic She prepares delicious food for us to eat every day. بتجهز لنا طبعا طعام لذيذ كده كل يوم عشان ناكله يبقى هي الطباخة ماهرة أو رائعة يبقى cook. She's Aaron. Her painting is very lovely. الرسم بتاعها رائع جدا يبقى بالتالي هي شغالة إيه؟ artist فنانة. Why is Kamal his food stole at this place؟ عاوز أقول لك ليه كمال راكن عربي الكشك الطعام بتاعه هنا في هذا المكان؟ طبعا هنا مع وجود is يبقى أنا محتاج للفعل الأساسي المضاف له ing parking. نمبر 9 بقى بيقول لنا نبيلة feels ill حاسة كده بالمرض so she in bed this morning يبقى هنا عاوز أشير إلى حاجة مستمرة حدث مستمر بقول is staying in bed يعني هي باقية في السرير هذا الصباح. The police officer ضابط الشرطة اسكول توداي طبعا عندك كلمه توداي من علامات المضارع المستمر وبيقول لك هنا ان هو هيزور المدرسه النهارده يبقى فيه هنا حتى فيها ترتيب وقلنا الترتيب لوصف الاشياء المرتب لها في المستقبل بستخدم برضو المضارع المستمر يقول is visiting a school today but he usually drives around the street. تعال كده نشوف بقى التصويب بيقول هنا the mechanic الميكانيكي repair the car at the moment. at the moment من علامات المضارع المستمر يبقى لازم احط هنا is واحط للفيرب ing يبقى is repairing يعني بايه بيصلح العربيه في هذه اللحظه. الميكانيك it وجايب هنا not train outside now now يبقى برضه مضارع مستمر ولكن عاوز ننفيه يبقى بدل ما اقول is raining انا اقول isn't احط isn't كده واحط للفيرب rain ing raining. At the weekend في عطلة نهاية الأسبوع I usually بعد كده جايب لي getting up early طبعا usually من علامات المضارع البسيط مش مستمر يبقى خليها get up طبعا من خلينا get مش gets عشان I
What is Imad is موجودة يبقى لازم أحط لي الفعل ing يبقى What is Imad eating؟ ماذا يأكل أو ماذا بيأكل عماد؟ كده أنا حليت معاك أسئلة الدرس الأول والثاني من يونت 2. أتمنى منكم بس الدعم المستمر للقناة عن طريق أن تدوس بس لايك للفيديو وتعلق بتعليق وتشترك في قناتنا لو أول مرة تشاهدنا. لو محتاج أي فيديو سابق مش عارف توصله على بتعليق، يا إما انزل في أول تعليق هتلاقيني سايب لك القوائم التشغيل اللي عليها الدروس، سواء الجرامر، حل الأسئلة، قراءة الكلمات والدروس، كل ده هتلاقيه في قوائم التشغيل والفيديوهات محطوطة بالترتيب، يعني مش هتتوه ولا حاجة. أشوفكم بعد ما على خير وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.